النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن الرجل إذا لقي أخاه هل ينحني له؟ قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عنها يقول لا ما ينحني. نترجم سؤال وجواب معنا. لا ترجم كلامي أنا. أيوة كلها. بتوعن سرور يروتتا. مثال بروجو ديتا ورمات قطارة جوجنسة ولو ده بسرعة. أنا شيخ جوبر ده. ما بقول جند. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorulganda eğer de bir adam bir tuğandan joluqıp tur oşoqo enke jügünse bolobu dep soranda peygamber joq bolboyt dep jawap bergen deydi. Bul peygamberin jawabı deydi. Ar-ruku' ibada aw ada? Ar-ruku' ruku qulu deydi. Enke yu deydi. Bul ibadat. İbada aw ada? İbadat mı ya jönel adat mı deydi? Ha? İbada. Al-ibada la tusraf illa liman. إلا لله. دمك تدي إبادات بلغون دين إبادات جم جانا جم شاشة وسكرك تدخل. إذا ما يمكن أن نركع لغير الله. وشون دكتان الله تعالى دام باش خاها ركوع غضان بول بويت. ولا تنحني. إنك يجين داغو جوجن عند أول بويت. احترام لكن دون تعدى على حق الله صح؟ آه بزدت ورمة تفصيلة يسبروك الله تعالى عقصنا خلص الله بيسيد. في حق لله ما يشاركه في أحد ولا شرك. الله تعالى نوزن عقص وارد. Ага эч ким аралаш албайт деди. Эгер де ким Алла Тааланын акысына бирөөнү аралаштырса ал ширк болуп калат деди. Наам. Фаиндана фих ихтирам, лакин ядхул ила хаккы ла асбах ширк ма ихтирам хада. Хум йусамму ихтирам, ва фил хакыйка ширк. Эгер де ошо урматсый деп атып эле Алла Тааланын акысына кирип кетсең бул ширк болуп саналат деди. Ана урматсый деп айтсаң дагы, сыйлоо деп айтсаң дагы. Тайиб якул анта ма тахтирим ал кабир. أنا منتوا أيتها ديت إيه سن أولوار سيدا وايسون ديت أيتها ديت أنا أحترم الكبير في حدود شرع أيتها صار ده جواب بالمين هو أولوار سيلين بروق شريعتنا شيء من السيلين شريعتنا سيلين في حق لله ما يقدم على حق أحد إيش قتام من برونو ناقصن الله تعالى ناقصنا نودو قويبين جوسو الله تعالى ناقصنا تنجويبين ده أيتها صار نعم إذن نحن لابد أننا نفرق بين العادة والعبادة وشون دكتور مس دائما عادات منين إبادات تغير ملا بليش يسكرك. في عادات مخالفة للشرع. وشون داي عادات تروار وصلت تروار ده بشرية كقرش قل جن صلت تروار. يقول عندنا العادة إذا بنى البيت عندما يبني يصب الإسمنت. أيوة. يذبح ويجعل الدم مع هذا. مثال بس يختار وشون عادات برديتة. جنا يدين بايدوان تروزوب جوزا دوان تروز خنجستة وشو قان شغارشت تجرا قرمان دك شغارشت لماذا؟ من سببتن شو؟ حتى لا تجين شياطين. وشو جين درجل بزجى شيطان درجل زيان بيرمسنده وشو لو رجاك عندك تلاش؟ لا ما يجوز هذا شرك. وشو لو رأيت أستاذ بطرام مس بشرك بول سنالات. قال عندنا العادة نحلف بالطعام. مثال جيورسنده. بالخبز. بزجى عادات بار ده وانا شو تمام منين جا نام منين قسم متجوز توايت مس. اعتدنا على هذا. نقول لا شرك. أنا شو قاعدون والطرو شو توتاب ساعتها وصدر قاعد بقول شرب بوب سنة. يقول اعتدنا ننحني عند السلام. جو الوسو شو أنت منا وترش كان وقتها جو كان وقتها وجنا غنت. نقول ما يمكن ننحني إلا لله. جو نكون قنوا على غمسة جو قاعدها وصدر طورا ميس بس عند بيشو يسكرك بيرجع الله تلا غنا شو أنت بيستوي توس. إذا العادة إذا خالفت الشرع لا اعتبار بها. وشان دكتور بيدور نستر قايسي سالت يروح بعدات شريعة كقرش قلسي أنا بس عالق قرمان بايستوي.